بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده مخلل بقشر الليمون. نعم، المخلل ده جميل جدا جدا، وازاي اللي انت تستغلي كمان قشر الليمون ده كده حبايبي. انا بعمل ايه بقى، يعني بجمع كده قشر الليمون اللي بيطلع معايا وبحتفظ بيه في كيس في الفريزر، ولحد ما بعمل كمية كده اهوت زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى هنعمل بيه ايه، مخلل. فهقول لكم بقى ازاي دلوقتي. اول حاجة بس نبدأ كده، انا هحط عليه مية حبايبي. كده اولع بس عليه الاول عشان ايه، ياخد يعني نص سلقة كده اهوت. اهيت حبايبي. كده بقى حبايبي انا هولع كده، ولعت عليه دلوقتي لحد بقى ما يبدأ كده اللي هو ياخد غلوة كده اهوت، يتسلق نص سلقة كده اهوت. وبعد كده بقى ايه، هكوب المية السخنة من عليه وابرد عليه كده بمية ساقعة من الحنفية. اكون بقى حطيته في مصفى علشان ايه، اوقف يعني عملية التسوية. كده بقى تعالوا بقى مع بعض كده نشوف بقى ايه بقية يعني الحاجات اللي انا هنحتاجها هنا معايا، لان انا هعمل مع قشر الليمون. هعمل بقى معاه شوية حاجات كده اهوت. هنحط هنا كرنبيت مقطعاه كده صغير زي ما احنا شايفين وغسلاه كويس، وهنا معايا برضو شطة مقطعاه كده طرنشات كده وغسلها، وهنا معايا برضو جزر شايفين كده، يعني انا كده مقطعاه كده شايفين شكله جميل ازاي. عاملاه هنا بالمبشرة دي، ممكن تقطعيه سادة، تقطعيه زي ما انا مقطعاه اللي يعجبك كده. كده بقى ايه، انا دلوقتي بقى معايا شطة، شطة يعني شطة كده اللي حابب يعني يزود بقى في المخلل شطة، حبه حراقة يزود كده يعني. معايا بقى ملح عشان يعني المية بتاعت التمليح. وطبعا انا اول حاجة كنت بادئة فيها اللي انا غليت مية، اللي انا هبدأ بقى اللي انا ايه املح فيها المخلل في الاخر، وسبتها دلوقتي لحد ما تبرد خالص، يعني سايباها كده على جنب لحد ما تبرد. ودلوقتي بقى ايه هشتغل بقى ايه في المخلل، ايه في خطوات المخلل. لما الليمون بس يتسلق معايا حبايبي، يعني هنرجع بقى تاني مع بعض كده ونشوف بقى مع بعض بقية الايه الخطوات. كده حبايبي المية كده بدأت اللي هي تغلي معايا كده زي ما احنا شايفين. كده بقى انا هسيبه كده يعني حبة كده صغيرين وهطفي عليه، وبعد كده بقى ايه هنقله بقى على مصفى كده تحت الحنفية وابرد عليه كده بالمية بمية ساقعة، وبعد كده هنرجع تاني ونشوف مع بعض بقى ايه هنعمل ايه. كده حبايبي انا كده سلقت قشر الليمون كده زي ما قلت لكم، ما وصفيت عليه حطيته في المصفى وبردت عليه بميه ساقعه من الحنفيه. كده بقى معايا كده الحاجات المخلل كلها كده جاهزه. هبدا دلوقتي بقى اول حاجه هعملها اللي انا ايه املى البرطمانين دولت، وبعد كده نعمل مع بعض بقى ايه ميه التخليق اللي انا هملح بيها. بس هشيل بس الايه الشطه والملح دول كده على جنب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كده هاخد ايه، هعمل بقى طبقات كده نحط شوية كده. كده زي ما احنا شايفين كده حبايبي، هبدأ بقى ان انا اعمل ايه طبقات كده. انا
احاول كده ان انا ايه ازق كده بايديا كده اهوت انزل ايه عشان املى البرطمان ايه كويس. اه كده حبايبي ايه شايفين كده كده بقى تعملي بقى طبقات كده اهوت بالحاجات اللي انا عملت بيها الجزر والكرنبيت والليمون. فانا هعمل بقى البرتمان التاني واشوف بقى ايه كده اهوت. كده انا هوقف بقى دلوقتي يا حبايبي هوقف دلوقتي لحد ما املى بقى البرتمان التاني بنفس الطريقة كده هعمل طبقات كده وارجع تاني كده حبايبي. انا كده مليت كده البرتمانين كده زي ما احنا شفنا الكمية خدت معايا الاتنين برتمان. حطيت كويس الطبقات وضغطت كده عليها بايديا ويعني عشان ما اسيبش حتى يعني مكان كده بعد ما اخلص المخلل يعني ما يبقاش فيه اي هواء يدخل فيه فكده انا مليتهم الاتنين كويس. معايا بقى هنا المية ديت انا غليها وباردة. فليه بقى انا بغلي المية؟ علشان بعد كده لما تيجي تاخدي من المخلل ما يعملش يعني طبقة الريم كده اللي بتبقى على وش البرطمان. فانت كده يعني بتغلي المية ايه بتعقميها يعني. هنا بقى معايا المية ومعايا ملح ومعايا شطة وهنا بقى معايا بقى حاجة كمان انتوا هتستغربوا منها بس هقولك عليها عشان اللي ما بتعرفش تظبط المية بتاعت المخلل لا مية التمليح بتاعت المخلل هقولك دلوقتي حبايبي على المعلومة ديت. شايفين دي كده بيضة البيضة ديت هظبط بيها ايه الملح بتاع المية. طب ازاي هقولكوا دلوقتي. انا هحط المية البيضة كده دلوقتي البيضة دلوقتي يعني ايه بتنزل في المية من تحت. فببدأ بعد كده اهوت بقى ايه اللي انا بقى احط كمية الملح من تحتي كده البيضة تحت في قلب المية كده. دي كده واحد دي كده معلقة ثلاثة أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اتناشر معلقة يبقى كده 8 كوبايات مية كبيرة. حطيت عليهم 12 معلقة ملح لحد دلوقتي. انا كده بقى بدوب فيها بدوب في الملح خالص. هي الطريقة ديت للي ايه انا عاملاها للي ما بتعرفش تظبط المية بتاعت الملح مية المخلل يعني عاملة الطريقة ديت حبايبي للي ما بتعرفش تظبط مية التمليح بتاعت المخلل. لا
كده انا بدوب فيه، بدوب في الملح كويس اهوت، ده حد البيضة ما تعوم على وش المية، لما البيضة تعوم فوق كده على وش المية يبقى ايه، يبقى خلاص، يبقى الملح معايا مظبوط. شايفين هي كده بدأت اللي هي تعوم، اول الملح ما داب. طبعا هي الطريقة ديت جميلة جدا جدا، اللي ما بتعرفش تظبط مية المخلل سهلة جدا. نعم شايفين ملاحظين، نعم دلوقتي البيضة طلعت اهيت على وش الايه، بتطلع على وش المية اهيت، شايفين يعني، ما كانت الاول، اول ما حطيتها كانت الاول ايه تحت، دلوقتي بتعوم اهيت على وش المية، يبقى كده كمية الملح معايا كده الكمية مظبوطة اللي انا حطيتها، يبقى كده الكمية ايه، يبقى كده نشيل بقى البيضة، نشيلها كده بقى بالراحة نطلعها. طبعا البيضة ديت ايه ممكن اسلوها بقى بعد كده، بس يعني ايه ديت، بس انا حبيت ان انا اعمل معاكم التجربة ديت عشان اوري لكم، ما اوريكم برضو الكوباية اللي انا ايه عايرت بيها دي كده حبايبي، عايرت بيها ايه 8 كوبايات مية على 12 معلقة ملح كده كده بقى ايه خلاص. شيل بقى دلوقتي هبدأ بقى اللي انا اخد اللي هي الشطة، ممكن الشطة احطها ايه على وش البرتمان، عشان انا مش عارفة المية هنا هتزيد معايا ولا تبقى يعني عشان يبقى للأضمن انا هحط الشطة هنا على كل برطمان كده اهوت، احط معلقة كبيرة كده شطة، ممكن احط معلقتين، نعم معلقتين كفاية. انتوا بقى لو عايزين يعني لو حابين اللي المخلل يبقى حراق جامد ممكن تزودي، بس هي نقطة الكمية دي كويسة بالنسبة لك، لان احنا هنا مش بنحبوه حراق جامد كده. بقى ابدأ بقى اللي انا اخد كده المية اعبي بقى ايه البرتمان. طبعا انا عامله لكم مخلل ايه بكل الايه الحاجات اللي يعني عشان يطلع معاك المخلل مظبوط 100%، حتى مية التمليح عملتها قدام منكم عشان ايه تعرفوا تظبطوا المية، الملح
كده حبايبي بقى ايه، انا مليت كده الاتنين برطمان. دلوقتي بقى ايه، هتبداي بعد ما تمليهم وتقفلي البرطمان كويس، تعملي الايه الحركة ديت علشان الشطة تتوزع على البرطمان ايه كله. هكذا دلوقتي بقى ايه، هعمل برضو البرطمان التاني. كده حبايبي هقول لكم بقى على حاجة كمان اللي انت تعمليها حبيبتي. كده بعد المخلل كده ما خلص كده معانا، في خطوة كمان. هتجيبي اي بلاستيكية كده عندك، هتجيبي البرطمان المخلل هتاخديه كده اهوت حبيبتي، وتقلبيه بقى كده اهوت على وشه كده بنفس الطريقة. كده حبايبي زي ما احنا شايفين، انا هنا بس حطيته، هي البرطمان ما بتنزلش ميه معايا، بس هي بس ايه يعني احتياطي برضو، يعني بتحطيها بتحط البرطمانات كده فيها، احنا شايفين اهو ما بينزلش ميه، انا مقفول كويس بس يعني زيادة التأكيد يعني. فانت كده اهوت الخطوة ديت هتسيب البرطمانات كده مقلوبة على وشها لمدة 3 ايام. طب انا ليه بقلبها ال3 ايام يعني كده على وشها؟ فانا هقولك دلوقتي الليمون اللي انا حطاه يعني هيبدأ يشرب كده اهوت من مية التمليح اللي انا ايه اللي انا حطيته، فهيبدأ اللي انت هتلاقي المخلل كده من فوق كده اهوت، هتبدأ المية ايه هتلاحظي اللي هي مثلا نقصت ايه شوية، فانت بتكوني ايه مخلية حبة مية جنب منك اللي هي مية التمليح، هتحطيها ايه خلي يعني انا كده دي كده مية تمليح فضلت مني حبة، فانا بقى ببدأ ايه الاقي لاحظت ان المية نقصت كده شوية، ببدأ بقى انا ايه اجيب البرطمان بعدله. طبعا في خلال ال3 ايام اعملي ايه الخطوة دي كده اهو، تعمليها كده اهوت وبعد كده ترجعيه ايه تاني يعني كده. فبتبدأي بقى ايه كده اهوت، لقيت المية نقصت من تحت شوية، اعدلي البرطمان كده زي انا ما عملته كده اهوت حبايبي يعني. وفي برضو حاجة كمان اللي انت ممكن تضيفي عليه على البرطمان يعني شوية خل كده، ربع كوباية او ربع كوباية خل كده. كده بقى ايه انا هفتحه كده اهوت ايه قدام منكم. انا شايفين كده حبايبي، طبعا ايه هي كمية المية يعني كانت مظبوطة يعني ايه اللي انا ضفتها يعني، فهي يا دوبك نقصت معايا حبة صغيرين، فانا هزود حبة خل كده اهوت يعني قيمة كده اهوت ايه ربع كوباية. ممكن برضه اهوت اخد بالفنجال ده كده برضه عشان ابقى عارفة برضه ايه كده. انا حطيت يعني ايه فضل مني شوية خل كمان كده بقى، انا هقفل عليه تاني يعني. بقفل عليه بقى جامد ده كده حبايبي. ببدأ اللي انا اعمل كده بس عشان اخلي شوية الخل اللي انا ضفتهم يتقلبهم ايه عليه. هبدأ بقى اللي انا ايه اعمله كده اهوت واسيبه. طبعا هو كده ما عداش عليه 3 ايام، فانا بعمله كده اهوت يعني ايه هو ما لحقش اللي هو ايه يعني يتشرب الليمون يشرب شوية المية، بس انا بوري لكم حبايبي يعني بوري لكم بس ايه، انت هتلاقيه اللي هو المية نقصت شوية، انما انا لسه معايا المية زي ما هي، فعشان كده ما لحقش اللي الليمون يشرب يعني من المية، بس انا بوري لكم اللي انتوا تعملوا ايه. كده برضو ده معايا البرطمان التاني يعني، هنحطه برضو هو كده اخد نص ايه ربع يعني الفنجان ده هو انا مليته قدام منكم، البرطمان التاني ده خد مني ايه مش كله، فانا كده ايه هحط كده بقى ايه
يعني زي معلقتين معلقتين تلاتة كده، ايه خل اهوت. متأكد ان انا ايه اقفله كويس جامد، برضو بقلبه كده اهوت حبايبي عشان الخل ايه يختلط معاه كده. اشيل بقى دولت كده حبايبي، بيبقى معايا بقى المخلل كده بنفس الطريقة. بعد الثلاث ايام بقى بتعدلي البرطمان بقى، بتعدليه على وشه كده اهوت، وبتسيبيه بقى ايه لمدة 15 يوم. ما يبقى كده ايه كده حبايبي، انا شرحت لكم ازاي اللي انت تعمليه. وتكتبي بقى يعني خليكي فاكرة بقى ايه، او تكتبي مثلا ورقة اللي انت عاملاه مثلا في يوم كذا، عشان ايه يعني يعدي عليه ال 15 يوم تبقي انت عارفة. بس كده حبايبي يعني كده اهوت، انا شرحت لكم كده اهوت كل حاجة كده خطوة بخطوة زي ما شفنا. يعني كانت طريقة سهلة وبسيطة على عمل المخلل، لا وازاي اللي تستفادي بقشر الليمون، وعملنا منه احلى مخلل اهو. وفي حاجة كمان برضو حبايبي احب برضو اللي انا اقول لكم عليها، انا كده بعد ما حطيت كده يعني 3 معالق كده خل كده على كل برطمان كده زي ما شفنا. دلوقتي بعد ما بسيبه بقى اللي هو ال 3 ايام يعني، فمش كل مرة هتزودي خل، هي بس المرة بس دي كده شوية خل كده بس صغيرين كده بحطهم على في البرطمان بس. هو لو لقيت المية نقصت معاكي حبيبتي هتضيفي بعد كده مية من مية التخليل، ما تضيفيش بقى خل ايه تاني، الخل هو مرة واحدة بس. بعد كده بقى هتضيفي مية لو لقيتيه اللي هو ايه احتاج مية، محتاجش خلاص بتسيبيه بقى لمدة ال 3 ايام. وبعد كده بقى زي ما قلت لكم 15 يوم، وبعد كده تفتحي عليه بقى وتاكلي منه بألف هنا. دلوقتي بقى انا كنت عاملة تشكيلة حبايبي من المخلل ديت برضو قبل كده اهوت، برضو اقول لكم عليها برضو. ده كده حبايبي ده كده شكلها اهيت، كنت عاملة برضو من قشر الليمون زي ما احنا شايفين اهوت، ده كده قشر الليمون تحفة في قلب المخلل بصراحة. وهنا برضو كنت عاملة كرنبيت اهوت، وكنت عاملة برضو حاطة معاه برضو لفت وجزر وشطة، يعني كنت مشكلة فيه يعني. وبيطلع معايا شوية مخلل كده تشكيلة تحفة بصراحة. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة هتعجبكم ان شاء الله. بس الزيتون بقى اللي انتوا شايفينه ده هو حبايبي، لا انا مش حطاه معاه في المخلل، انا بجيب زيتون من عند من السوبر ماركت اسمر واخضر، بشيله عندي في التلاجة ساعة ما باجي احط كده مخلل، يعني بطلع منه كده اهوت يعني كام شوية زيتون كده اهوت كام واحدة كده اهوت، واحطهم بقى ايه مع المخلل كده زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين، يعني حبة زيتون كده اهوت اخضر على اسمر كده واحطهم معاه، بيبقى معايا بقى تشكيلة مخلل تحفة تقدميها كده اهوت على الفطار كده يعني، فبيبقى معاكي شوية مخلل جمال جدا. اتمنى حبايبي الوصفة النهاردة تكون نالت اعجابكم، كانت طريقة سهلة وبسيطة، وازاي انت تستغلي قشر الليمون وتعملي منه شوية مخلل تحفة زي ما شفنا حبايبي. وانتظروني بعد كده ان شاء الله كده بقى لما احوش بقى شوية قشر ليمون تانيين هعمل بيهم برضو فيديو تاني بطريقة تانية بقى لعمل المخلل، لا هيبقى تحفة برضو. بحبكم جدا في الله حبايبي، كان معاكم حنان الورقي، ام ندى فتحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.